صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقه جديده من برنامج الحدث، اليوم السبت 22 نيسان 2023. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ ظافر ناصر. صباح الخير استاذ ظافر. شكرا. خلينا نعيد الجميع وان شاء الله فطر سعيد وينعاد على الجميع بالصحه والخير وشوية أمان شوية رحمة بال بدولة بمؤسسات برئيس جمهورية بحكومة بظروف أفضل طبعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا ومعيشيا ونفسيا كمان. ينعاد عليك. شكرا الجميع. شكرا. تنعاد على الجميع وعليك وعلى عائلتك يا رب وعلى كل اللبنانيين بأكيد ظروف مختلفة إن شاء الله كل النواحي إن شاء الله يا رب. شكرا. يعني بدنا نضل نتأمل لأنه لولا فسحة الأمل كان وما أصعب على العيش، يعني لولا فسحة الأمل. العدية ذاتها، رئاسة، ملفات، مستجدات، مواقف، علاقات، اتصالات وما إلى ذلك. وطبعا بدي بلش من باب الملف الرئاسي وتحديدا من كلام لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط لصحيفة لوريان لوجور، يلي على ما يبدو أنه في نوع من يأس، زهق، أو أنه طفح الكيل، أو شو؟ يأس وزهق أكيد لا، لأنه الرئيس وليد جملاط عم بيحاول بكل جهد، يعني سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، يفتح أبواب الحل بصراحة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك زهق من هاي المحاولة بالمعنى السياسي وبالمعنى الوطني للكلمة، لأنه ما فينا نكفي على بالواقع اللي نحن عايشين، ولا اللبنانيين بيقدروا يكملوا بهذا الاتجاه. الكلام هو واقعي، كلام هو حقيقي، عم بيقول للكل كفى انتظار للخارج، لأنه ساعة الخارج مش على ساعتنا. والأقرب الحلول هي الحلول الداخلية اللي لا يمكن أن تصير إلا بدون تفاهم بين الأطراف السياسية اللبنانية، وهذا المنطق لازلنا عليه. يعني المقاربة من لحظة ما أعلن المرشحين الثلاثة رئيس الحزب باللقاء مع حزب الله من أشهر لورا، بالإضافة إلى مجموعة الاستحالات الداخلية اللي هي يعني حاجز وعائق أمام بعض الطروحات وبعض يعني الأمور اللي أو المرشحين أو الخيارات اللي مطروحة، التفاهم، القاعدة، إيجاد قاعدة مشتركة بين الأطراف السياسية على مرشح معين هو السبيل اللي لهلأ مش شايفين غيره صراحة. ما شايفين في إمكانية أنه يجي رئيس من طرف سياسي معين هيك بدون موافقة الأطراف الأخرى، لا نيابيا هذا الأمر متاح ولا سياسيا متاح. هل قد تعقدت الأمور وهل قد وصلت أكيد إلى أكيد عندك عندك يعني رغم كل اللي عم ينحكى، ما خلينا نحكي الأمور ما هي مكشوفة ما فيها أسرار. رغم كل اللي عم ينحكى بهالأسبوع اللي مرق وكل الترويج الإعلامي اللي عم ينحط لصالح مرشح معين، بمعنى الظروف الخارجية تغيرت، المعطيات الخارجية، التسويات اللي عم بتصير عم بتصب بهال، طيب عمليا داخليا إذا عندك الموقف المسيحي بهذا الشكل لكتلتين أساسيتين أو ثلاثة أو أربعة، إذا بناخد القوات التيار الوطني الحر والكتائب ومستقلين وتغييريين، كيف ممكن هذا الواقع تتجاوزيه ببساطة من الناحية السياسية؟ كيف ممكن تتجاوزيه؟ يعني اليوم كل هذا الكلام اللي عم ينقال عشو متكلين؟ مدام في هذا الواقع الداخلي الموجود، ولما بيقول وليد جملاط قفى انتظار للخارج، هون كمان قديش في واقعية؟ ما بعمرنا ما انتظرنا الخارج، ما بعمره لبنان قدر عن جد جيب رئيس منه. يعني المرة الوحيدة اللي ما انتظروا الخارج فيها وانحسمت كانت سليمان فرنجية الجد رئيس بصوت واحد، يقال وقتها أنه صوت كمال جملاط. طيب عن جد بنقدر أنه ما ننتظر الخارج؟ هل عنا ترف عدم انتظار الخارج ونحن مجموعات وشعوب كل شعب منا مربوط بخارج معين؟ لأقول ليش هذا الكلام عم ينقال.
من لحظة الاتفاق السعودي الإيراني بالصين بلش فريق سياسي أو معظم الفرقاء السياسيين على طريقتنا على طريقتنا اللبنانية. الفريق القريب من إيران اعتبر أنه هاي التسوية هلأ انتصار كبير سواء تصريحا أو تلميحا. بالمقابل بتشوفي صحفيين وفرقاء سياسيين وبتلتقي بناس عديدين موجودين ومتابعين وإلى آخره بيقولوا لك السعودية يعني عم بتحقق ما انتصار كبير بهذا الاتفاق وبالتالي هذا بده ينعكس عنا هون. وبتسمعي تحليلات إلى أول ما إلى آخر. طيب من لحظة هذا الاتفاق إلى الآن حدا يقول لي لمس انعكاس واحد على الموضوع الداخلي اللبناني؟ لا شيء ولا شيء. طيب رحنا انتظرنا بعدين الدول الخمس بتجتمع بباريس كمان ما لمسنا في خطوة معينة أو موقف معين ممكن نحن نبني عليه بالداخل اللبناني. شو اللي عم بيقوله الرئيس وليد جملاط؟ وإلى الآن البعض انتظر كمان العلاقة السعودية السورية مدري شو رح يصير انعكاس لها بلبنان وهذا كله وهم بوهم إلى الآن على الأقل وهم بوهم إلى الآن. طيب إذا الفرقاء السياسيين بدهم يضلوا منتظرين أمور لحتى اللحظة ما حدا وصل عبيناقش الملف اللبناني من كل هاي الأطراف اللي عم تعمل هالاتفاقات فيما بينها. طيب منضل نحن قاعدين منتظرين في إمكانية معينة هذا اللي مؤمن فيه الرئيس وليد جملاط في إمكانية داخلية معينة إلى أنه نحن نخرج بحل معقول بهيدي المرحلة. هذا مش كلام هذا يعني أمل دعوة للأطراف السياسية أنه تغلب بهالمرحلة الإرادة الداخلية على أدي قادر وليد جملاط أدي قادر وليد جملاط يعمل فرق ما في مكان ما يعني اليوم إذا عم نقول باتصاله مع الفرنسيين وباتصاله مع باتريك دورال وكان ذهب إلى باريس أيضا وعمل لقاءاته عاد بحركة خلينا نقول حوارية مع الجميع دعي الجميع أنه على الأقل ضرورة التوحد حول اسم المعارضة كلها كل الضيوف اللي بيمرقوا هون من كل الأحزاب المعارضة بيحكوا نفس الكلام يلي هو أنه نقطة ضعف عنا والثغرة الكبيرة الموجودة عند المعارضة أنه بعد ما قدرت اجتمعت على اسم واحد. بكلامه للوريان لجور واضح أنه وليد جملاط خلص يعني عم بيقول إنني أنتظر خروج القوات اللبنانية من تأملاتهم وتبني نهجا أكثر واقعية للانتخابات الرئاسية. أنا أيضا أنتظر مواقف أكثر من استراتيجية للتيار الوطني الحر. يعني بيّن أنه هذا كلام الـ يعني نحط بباب المزح ولكن هذا هيدي رسالة وتدل على عدم الجدية. هو اللي برجع بقوله أنه مدعوين نحن أولا كأطراف سياسية على الأقل إذا ما في تحالف كامل فيما بيننا ولكن في تقارب إذا صح التعبير بالمواقف السياسية العامة بالإضافة لمجموعة التغييريين اللي هن كمان حكوا أو البعض منهم حكي من عندكم من التلفزيون هوني من كم يوم يعني صحيح. مرق على انه هن كمان رح يكون عندهم طرح يحاولوا يوحدوا في هيدي القوى اللي هي منا ب 8 اذار. هون في دعوه كمان لواقعيه بفريقنا السياسي بمعنى اخر كمان نحن معنيين باداره مختلفه لهالمعركه الرئاسيه. لا يكفي نقول ما بدنا سليمان فرنجي لا يكفي نقول أنه ما بدنا فريق رئيس تحدي من الفريق الآخر لا يكفي نقول أنه نحن ما بدنا حزب الله يجيب رئيس اللي بده إياه. طيب هذا كله بالسياسي مشروع البديل وإدارة المسألة يعني هيدي نص المعركة. طيب مش ضروري أنا أول بس نقطة مش أول ثغرة مش ضروري هي عدم توحد أو عدم الاجتماع حول اسم صحيح. تطلعوا بخلاصة أمام الرأي العام على الأقل. هلأ تفضلت قلت ما بيكفي نرفض وما بيكفي نقاطع وما بيكفي كل هول. شو اللي مخلي هل المجموعة المعارضة أنها ما تقدر تتفق على لأنه في حسابات مختلفة عند في حسابات مختلفة بناء على حسابات بالأشخاص حسابات سياسية كل طرف سياسي عنده توجه ممكن بشخص معين بأي حزب سياسي بيفكر يجيب الأقرب له يعني كل واحد عم يشتغل لحاله ما يهمونا أنه عم يشتغلوا لمصلحة البلد يعني. مش قصة يعني مش ضروري إذا طرف سياسي عم بيفكر بمرشح منه لرئاسة الجمهورية يعني عم يشتغل ضد مصلحة البلد لا مش هيك المعادلة. بس كمان
الاتفاق على شخصية بين مختلف القوى السياسية اللي عم نحكي عنها مسألة منا بهالبساطة، منا بهالبساطة. والدليل على ذلك بثماني أدار عندهم نفس المشكلة، ما قدروش يتفقوا على شخص وشايفين موقف تيار الوطن الحر. تغييريين نفسهم يعني كانوا يلومونا بالفترات الماضية انه بنعمل علاقات سياسية فيما بيننا ومش متفقين على شيء. لحظة، ثماني أدار أعلنوا قالوا يكون هذا مرشحنا. تيار الوطن الحر مش موافق عليه. هلا يعني كل عمره تيار الوطن الحر يقول انه هو حليف لثماني أدار، من ثماني أدار لا، إذا بدنا نجي نقرشها يعني وصل لمرحلة انه زعزع حتى العلاقة مع حزب الله. صح، بس هيدي بعدين تيار الوطن الحر عندهم مرشح، بس هذا اعتبار كبير بداخل هذا الفريق السياسي. يعني موقف التيار الوطني الحر مش موقف عابر أكيد. يعني إذا بدنا نقول بزعزعت موقف الفريق 8 أدار، ما كان موقف عابر معزل عن طبيعة العلاقة كيف بيوصفها وشو بي. يعني هو برأيي الثنائية 8 أدار كانت فعليا هني تيار الوطن الحر وحزب الله بعد التحالف بيناتهم، يعني شو هني بيوصفوها شيء تاني. هلأ ما بالك بفريقنا السياسي اللي يعني التشتت فيه اكبر بكثير من فريق 8 أدار. حتى امبارح الكلمات يعني اللي استشهدتهم كان التغييريين وكان القوات اللبنانيه، في خلينا نفوت يعني بالاسماء، في ميل جدي على ما يبدو لمحاوله اتفاق على صلاحنا، على اسم صلاحنين بعد سقوط اسم جهاد أزعور على الأقل بالكواليس يعني وبالأحاديث، بعد ما في شيء، لا حدا ترشح رسمي ولا حدا سقط رسمي. يعني صلاحنين كان من الأسماء اللي طرحها وليد جملاط أيضا، وبيقدر يلتقي فيها مع القوات اللبنانية وبيلتقي فيها مع التغييريين وبيلتقي فيها مع الأطراف. أنا سمعت هالكلام من عندكم من هوني من النائب ميشيل دوي. صحيح. هل التغييريين أول شيء لحتى نبلش تجمعي هالبازل يعني لأنه منا سهل متفقين على هل التغييريين هن حاسمين خيارهم بهذا الاسم؟ واحد. اثنين، القوى السياسية الثانية سواء القوات أو الكتائب أو الأحرار أو غيرهم يعني بالفريق السياسي كمان هن بيمشوا بهذا الخيار؟ حتى الآن ما في يعني ما بعرف إذا هن أطلقوا شيء دينامية اتصالات معينة بهذا الاتجاه التغييريين أو لا لحتى تشوفي النائب جورج عقيس جواب على الموضوع. قولت مبارح معي هون على البلاتو قال إنه في حركة اتصال واسعة بتصير وأصبحنا لك حرفيا قال أصبحنا قاب قوسين من إمكانية الاتفاق على اسم موحد على صلاحنا. لا ما قال، ما ذكر الاسم، قال على اسم موحد، ما ذكر الاسم. رغبة والمنطق بيقول انه نحن نروح نتفق على اسم مثل ما عم نحكي، ما فينا نكفي نقول ما بدنا، بدنا نقول شو بدنا كأطراف سياسية على الأقل متقاربة من الناحية السياسية. هل اسم صلاح حنين هو اللي ممكن يشكل هالقاسم المشترك؟ إلى الآن هذا المعطى منه متوفر لحتى نكون واضحين حتى هاللحظة، يعني لأنه لا التغييريين أعلنوا موقف موحد بهذا الاتجاه. يعني طلع الكلام من عند أستاذ ميشيل دويهي، هو يعني نائب من 12. الباقيين ماشيين بهذا الخيار أو مش ماشيين بصراحة ما عندي هالمعطى لأقول هذا الأمر. هيك هل القوات والكتائب كمان هذا الخيار انحسم عندهم والله وفي شكل قاسم مشترك معنا ومع الآخرين؟ بعتقد محتاجين بهذا الجانب ننتظر لبعد الأعياد لنشوف حركة هالاتصالات حول هالاسم بالتحديد، الأستاذ صلاح نين إلى أين. ليش بعد ما شفنا لقاءات جدية خاصة أنه وليد جملاط يعني خلينا نقول عم بيكون دينامو محرك بهذا الأمر، ليش بعد ما شفنا وليد جملاط في معراب أو سمير جعجع في كليمانسو، ليش متعذر هذا اللقاء مع القوات اللبنانية إذا أنتم عم بتخوضوا معركة الرئاسة سوا؟ مش من باب التعذر، من أولا تواصل قائم من قبل المعنيين بإدارة من قبل إدارة رئاسة الجمهورية مش ملف عادي. صح، المعنيين بإدارة العلاقة من عنا ومن عند القوات تواصل قائم يعني بشكل أو بآخر. أي لقاء من هالنوع ظروفه يعني ظروفه إذا عم نحكي عن ملف رئاسة جمهورية، بس تعمل لقاء من هالنوع بده يكون عندك نضوج بالموقف عند الطرفين باتجاه واحد. حتى الآن لا،
حتى عندكم ما في نضوج بالباقل؟ لا، عم بحكي أنا نضوج بمعنى أنه أنت بتعملي هيك لقاء لتوجي للتوجي الموقف، لحتى تعلني الموقف، لحتى تقولي أنت والله اتفقتي أنت والقوات والحزب الاشتراكي على خيار معين. هذا الأمر بعده إلى الآن منه ناضج. بس لما بيقول وليد جملاط أني أنتظر خروج القوات اللبنانية من تأملاتهم وتبني نهجا أكثر واقعية للانتخابات، يعني معناتها عم بيقول أنه القوات اللبنانية بعد خارج منطق الواقعية وعم تتعامل بخفة. برجع بقول مش بخفة، لا مش بخفة، بعدم جدية. لكن نحن دعونا القوات اللبنانية من اللحظة الأولى لحتى لتعمل خطوات باتجاه المنطقة الوسط، بمعنى مثل ما في استحالة أنك تجيبي رئيس من 8 أدار، في استحالة أنك تجيبي رئيس من 14 أدار. عم نستخدم المصطلحين للتدليل على الطرفين السياسيين. وهذا الأمر نحن حكيناه بكل صراحة مع القوات اللبنانية، بمعنى انه لتقدري توصلي لرئيس جمهوريه بدك تتفاهمي مع الطرف الاخر، بدون تفاهم مع الطرف الاخر في استحاله انك تنتخبي رئيس جمهوريه، مثل ما قلنا الكلام لحزب الله وللباقيين بثمانيه اذار، بدون ما تتفاهموا مع الطرف السياسي هون كمان ما في امكانيه لتنتخبي رئيس. وبالتالي بما يعني هذا اللقاء اللي عم تسالي عنه حضرتك، ظروفه مش ناضجة إلى هذه الدرجة لحتى إنه يحصل لحتى التوجي أي تفاهم أو اتفاق أو مقاربة مشتركة حول الموضوع الرئاسي. وهذا منه خفي، يعني إذا صح التعبير الاختلاف بالمقاربة إلى الآن بيننا وبين القوات اللبنانية منا سرية حول هذا الأمر. أما التواصل قائم بشكل أو بآخر لتشاور حول موضوع الرئاسي أو غيره. في شي تواصل مع التيار الوطني الحر؟ كمان في تواصل مش مقطوعة مع التيار الوطني الحر على مستوى النواب، على مستوى النواب، على مستوى الوزراء، على مستوى حتى مع الوزير باسيل منا مقطوعة. كيف مش مقطوعة مع الوزير؟ لا مش مقطوعة، حصل لقاء بين الرئيس وبين الوزير باسيل من فترة. أوكي. كان لقاء كسر الجليد. صحيح. في لقاءات تانية؟ لا ما حصل لقاءات تانية، بس هذا اللقاء أدى لأنه التواصل. مع أي قاعدة التواصل عم بيكون مع التيار الوطني الحر؟ إذا القاعدة مع القوات اللبنانية محاولة التوحد أو إيجاد أرضية مشتركة وصفات مشتركة للرئيس، مع التيار الوطني الحر على شو قاعدة الاتصالات؟ التيار الوطني الحر يمكن مقاربته للمسألة، صحيح عنده رفض للأستاذ سليمان فرنجية، بس منه بعيد عن منطق التوصل لخيارات أخرى. بس هي يعني لأنه هلا كلهم مش بعاد عن منطق التوصل لخيارات أخرى، بس كل واحد بني خياره. الجميع طرح أسماء، يعني حتى وقت البكركي عملت هذه المبادرة خلينا نقول، والمطران أبي نجم عمل جولته، يعني كان متوقع أنه بركي بيطلع له شيء اسمين ثلاثة، طلع بليستة بلشت ما عاد تعرف تخلص. صحيح. يعني في كل واحد عنده أسماء، وكل واحد بيعتبر أنه الجميع لازم يتفق على الأسماء اللي هو طرحها بس حتى لا يمشي. الفرق بالمقاربات، يعني إذا بتاخدي التيار الوطني الحر هو مش ضد الاتفاق مع حزب الله والباقيين على خيار غير سليمان فرنجي. صحيح. صح؟ بعض من عنا بالفريق السياسي بيعتبر أنه مجرد ما تروحي تحكي مع حزب الله كأنه أنت عم توافقي له على شروطه أو على خياراته. وهذا الأمر من لحظة ما انطرحت فكرة الحوار، إذا بتتذكري وقت اللي طرحها الرئيس بري آنذاك ورفضت، أنه نحن رايحين نعمل حوار وكأنه رايحين نذعن لحزب الله بشروطه. يا أخي ما مش منطق هذا بالسياسي أنه نحكي بهذا الشكل أو نقارب الأمور بهالشكل. نحن منروح منحاور حزب الله انطلاقا من ثوابتنا ومن أناعاتنا ومن خياراتنا السياسية. قد نصل إلى نتيجة وقد لا نصل. ما فيك تروح شقف تحاور، بدك تروح معك بلوك المشكلة هي بعدم القدرة على الاتفاق. هذا صحيح، هذا خلل عند فريقنا. برجع بقول قديش منقدر نوصل لخيار موحد، وهيدا معرق إلى العمل الفرنسي ومعرق إلى العمل القطري ومعرق إلى العمل بالفترة الماضية. لو نكون نحن موحدين نحن والتغييريين مثلا على الأستاذ ميشيل معوض، كانت الأمور يمكن اختلفت كمان، كانت اختلفت. وبكرة مين بيقول انه ما نوصل لسيناريو اذا ما اتفقنا على شخص، اذا ما صار في تسوية على شخص، ما وصلنا لسيناريو يكون الضغط بانه نزلوا وانتخبوا. اها وصلنا على بيت القصر. يعني تجي هالقوى الخارجية، نحن ما عندنا مرشحين مش هيك؟ يعني الموقف الفرنسي من يومين
بيحمل الوجهتين. قال نحن ما عندنا مرشح ولكن حكي عن صيغة سليمان الفرنجية نواف سليم الموقف نفسه. البعض يمكن يوصل يقول للقوى السياسية اللبنانية هاي عملية ديمقراطية عندكم، ما عادش مسموح هالعملية التعطيل تستمر بهذا الشكل، مطلوب منكم تنزلوا على مجلس النواب ومين ما بتنتخبوا انتخبوا. مين ما بتنتخبوا انتخبوا. ممكن نوصل لهيدي الصيغة إذا هو إذا بدك تحكي ديمقراطيا، ديمقراطيا هاي الأصول هيك. إذا عم نحكي ديمقراطيا هاي الأصول هيك، إنه نروح كل واحد ينتخب خياراته داخل مجلس النواب. بس عبقول افترضنا نتيجة العجز عن التوصل لتسوية معينة كان الخيار خارجيا انه تفضلوا روحوا انزلوا انتخبوا بمجلس النواب ومارسوا حياتكم ديمقراطية بشكل طبيعي. طيب اذا هيدا الشيء اللي تفضلت فيه اليوم في كلام طلع، طبعا في زيارة للسعودية قام بها نائبين تيمور جملات ووائل أبو فعور، رجع صار في اتصالات وفي لقاءات صارت إلى أن من يومين طلع كلام عن لسان أو نقل عن لسان النائب وائل أبو فعور أنه نحن في السعودية لم نسمع فيتو على اسم سليمان فرنجية، لم نسمع ترويج وقبول ولم نسمع فيتو، وهذا الكلام ذكر بجريدة الأخبار. مرق وقت قصير تم نفي هذا الكلام من قبل نائب وائل أبو فعور. وين الصح؟ الصح بكل بساطة نحن ما طلع من عنا أي كلام لا بشكل علني ولا بجلسات ولا باجتماعات، لا من عند الرفيق وائل أبو فعور ولا من عند أي أحد آخر من عنا خارج المنطق اللي عم تطرحه المملكة العربية السعودية بشكل علني، والموقف اللي عبر عنه سعادة سفير المملكة العربية السعودية بلبنان بشكل واضح وجلي في يعني توضيح مقاربتها لمسألة الملف الرئاسي. وأنا أكثر من هيك استوضحت من الرفيق وائل بالأمس هذا الكلام، وكان جدا واضح بأنه أنا ما حكيت بمحل لا عن فيتو ولا غير فيتو، يعني كلمة الفيتو ما ذكرتها ولا بأي كلام لإلي سواء لا سلبا ولا إيجابا. نعم. الموقف السعودي مقاربة السعودية لمسألة الرئاسة مرتبطة بمجموعة عناوين كمان عبرت عنها المملكة العربية السعودية بشكل واضح، لها علاقة بالإصلاحات بلبنان، لها علاقة بالسياسات العامة بلبنان. وخلينا نتذكر ودائما المملكة بتذكر هذا الأمر، كم اتفاق تم توقيعه بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وكان عم ينشغل عليهم من أيام الرئيس الحريري. نعم. وكله عطل فيه. فبالتالي المملكة عم بتقول أنا لتنتظم العلاقة بين المملكة العربية والسعودية، بين المملكة العربية السعودية ولبنان، مطلوب النظام السياسي يكون عم يشتغل، مطلوب الإصلاحات تكون منفذة، مطلوب علاقات طبيعية. عملوا بدك دولة. صح، بس أنا عم بقول شو المقاربة السعودية. وبالتالي نحن لم نتحدث عن أي أمر يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية خارج هذا الإطار، وأي كلام غير ذلك برأيي تحليلي بحسب ما شفت بهول أسبوعين هي جزء من عملية الضخ الإعلامي باتجاه معين، وكأنه إذا عمل هالضخ الإعلامي هذا بيغير شيء بالحقائق اللي موجودة. طيب خلينا نروح على هذه الحقائق. الفرنسيين موقفهم واضح ومعروف، يعني بانتظار الاجتماع الخماسي اللي قد ينتج عنه نوع من اتفاقات جديدة في تسوية انطرحت سليمان فرنجية نواف سلام، لم تمت هذه التسوية وبعد ما مشيت أمورها الجميع يقول أنه الأنظار اليوم موجهة إلى الموقف السعودي ومن خلفه الموقف الأمريكي تحديدا بهذا الموضوع. إذا ماشيين بهذا الركود يلي وصلنا له ومن منطلق الكلام اللي تفضلت فيه أنه إذا ظلت المعارضة على هذا التشتت والتفتت وعدم القدرة على التوحد وراء اسم معين وإدارة المعركة بهذه الطريقة، آخر شيء رح تنحط قدام أمر واقع لأنه ما فينا نكفي بهذه الطريقة. وين النهج الرايحين عليه بطريقة أسرع؟ أي أهون يعني أي أهون تحقيقه بنظرك، أن تتفق المعارضة أو أن تمارس أو تفرض الديمقراطية عليها؟
يمكن فرض الديمقراطية بمجلس النواب كمان يسرع باتفاق المعارضة. حلو، بس يحسوا بالسخن يعني، بس يحسوا انه الخيار اللي كلهم ما بدهم اياه، ممكن الخيار يعني ممكن العمليه يصير الديمقراطيه يعني يصير حقيقة تحت ويدفع باتجاه الواقعيه اكثر من قبل. بس هو في مشكله اذا بعدهم مش حاسين، ما هي طالما لا بالفتره الماضيه كانت الامور واضحه انه عم ننزل على جلسات نتيجتها معروفه سلف. يعني نحن صرنا فتره واقفين وفايتين بهذه المعمعه، بكره وكل القوى السياسيه بدها تنزل، عفوا كل القوى السياسيه بدها تنزل تحضر ودوسير عمليه تصويت، يعني مأمن الثلثين وخيار ال65 متاح لهالمرشح او لغيره، صارت نسبه الخطر اعلى بكثير، المعادله يعني كلها مختلفه. ويمكن من هون طرح يعني بعض التغييريين هو واقعي، لأنه أنا لمست بكلام أستاذ ميشيل دويهي مرة الماضي عم يدعي كمان زملائه من التغييريين يكونوا واقعيين أكثر بمقاربة المسألة وبالخيارات اللي ممكن تنطرح، لأنه هذا شيء جدي ممكن توصلي له، ما حدا بيعرف يعني. يعني ممكن بلحظة من اللحظات يكون هذا المخرج للكل. عم تسمعوا بالكواليس هذا المخرج؟ ما بدي اقول لا انا ما بفكر، لا 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 مش عم فكر كثير، لا لا وحياتك ما عم فكر كثير، بس اذا بتراقبي المشهد الخارجي مع المشهد الداخلي، طالما هالامكانيه الخارجيه متعثره انهم يتفقوا برا على خيار معين ويطرحوه مع القوى السياسيه الداخليه، والامكانيه الداخليه ايضا مش موجوده بين الاطراف الداخليين، يمكن اخر شيء يكون المخرج انه شرفوا نزلوا على انتخابات ديمقراطيه وانتخبوا. انا عم بحط هذا السيناريو، اذا بيني وبين نفسي عم راقب هذا المشهد بحسه هذا المخرج للكل بلحظه من اللحظات. ليش حسيتها معلومه مش لا لا مش مراقبه سيناريو؟ لو معلومه كنت بقول معلومه. لا سيعود الموفق بالسياسي في خيال كمان احيانا الواحد مش هيك. سيعود الموفد القطري إلى بيروت يقال بين 5 و7 نيسان في جولة جديدة بخيارات أخرى وبضغط أكبر وبوضع الأمور أمام الواقعية أكثر وبأسماء تانية. القطري على ما يبدو جاي بمزاج ضد سليمان فرنجية اللي هو مرشح الفريق الممانعة مثل ما هن بيسموه، وجاي على أسماء جديدة على ما يبدو، في ترويج أكثر لقائد الجيش وفي محاولة أيضا توحيد المعارضة، هي بدنا نضل نقولها حول اسم واحد. شو بغير الموفد القطري برأيك؟ ولما بيجي الموفد القطري بيجي تحت الجناح السعودي عمليا؟ سابقاً لا. هلا. سابقاً ما كان هيك. هذا متغير كمان. هذا متغير. يعني لمسناه بالزيارة السابقة. كان واضح الزيارة القطرية بالتنسيق مع السعود. صحيح. هذا عامل أساسي. النقطة الثانية إنه بعض الصحف ذكرت، مع إنه باللقاء معنا ما كان في طرح أسماء صراحة، كان العنوان للزيارة هو استطلاع وتشاور مع الأطراف السياسية اللبنانية والاستماع لوجهات النظر، لكن بعض الإعلام مرق بأنه الموفد القطري على هامش أحد اللقاءات طرح اسم قائد الجيش. بالتالي هذا الأمر مطروح كمان من الزيارة السابقة، ومطروح مسبقا بمعنى أنه أشيع بالبلد بالأشهر الماضي أنه قائد الجيش عم ينطرح من قبل القطريين بشكل واضح. إذا كان هدف الزيارة الضغط باتجاه أنه المعارضة تتفق على اسم معين، يمكن يكون الأمر بهدف ترك المسار الديمقراطي ياخد طريقه تحكينا عن هالمسار الديمقراطي. لا ليش إذا يعني عم توحيلي وكأنه في عن جد هذا التصور. لا لا والله بحلل. وفكرة إنه أو بتتفقوا على اسم أو تفضلوا على مجلس النواب. بس لو الاتفاق من قبل المعارضة على اسم بيخلي الفريق الآخر يقبل فيه؟ لا ما بيخلي الفريق الآخر لا يقبل، بس بيصير فيه على القليل عندك عذر لحتى اللي ترفض وعندك منافسة.
منافسة بأي اتجاه أنه نشيل المرشحين تبع الفريقين السياسيين نتفق على ثالث؟ ما نحن عم نقول لهم، ما عم نقول للكل نحن خلينا نروح على الخيار الثالث. يعني هالعملية شو إلها، شو إلها يعني، شو بدت، لوين بدها توصل بالآخر؟ توصلك على الخيار الثالث؟ ما نحن من الأساس مقاربتنا أنه نروحوا على الخيار الثالث. الفكرة من هو الخيار الثالث؟ ما هذا اللي بده حوار وبده نقاش. بقصد أقول حضرتك عم تطرحي أنه القطري ممكن يجي يطلب من المعارضة الاتفاق على اسم، هالاتفاق على اسم أو بيكنسل الاسم الثاني، يعني روحوا على خيار ثالث. نحن عم نقول خلينا نوفر هالعملية كلها ونروح نبحث عن خيار ثالث طالما هذا الطرح بده يؤدي لهالنتيجة. قبل ما فوت أو أو هذا الخيار الثاني بده يخلي الفريق الآخر متمسك بخياره، وبالتالي ويعني ما بدي احلف انه عم حلل الامر تحليل. أوكي. اذا هذا الفريق طرح اسم وتوحد عليه والفريق الاخر عنده الاستاذ سليمان فرنجي وضله متمسك عليه، شو المخرج للموضوع؟ شو المخرج غير العمليه الديمقراطيه ساعتها؟ وساعتها كل واحد ينزل يشوف شو عنده، عنده 65 او ما عنده 65. منرجع خبري تبرئ الزيت يعني، ومنرجع مثل ما صار بال11 جلسه يلي مرقوا. لا 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 لا، هون العمليه بدها تختلف. اذا القوى الخارجيه يعني او بيسقطوا الاسمين والخارج بده يقول للاطراف الداخليه شرفوا اتفقوا على خيار ثالث، ونحن غير هذا المسار لحد هلا مش شايفين. او هالطرفين بدهم يضلوا مساكين بخياراتهم، وبالتالي المخرج الطبيعي للازمه كلها سوا انه روحوا على انتخابات بمجلس النواب اللي بيقدر يطلع اي رئيس من الرئيسين. هاي العمليه الديمقراطيه اللي الكل ممكن يسلم فيها. هل هذا الامر، وهذا خطير، منا عمليه سهله رح تكون، لانه مش سهل رح يقبل حزب الله وفريقه انه يكون عنده شك 1% انه استاذ سليمان فرنجي ما يوصل بهاي العمليه، وبالمقابل القوات وأطراف سياسية أخرى كمان مش رح تقبل تنزل على مجلس النواب إذا عندها شك 1% بأنه ممكن يوصل للسيد سليمان فرنجية. فغير خيار التسوية لا يمكن أنك تنجي رئيس، على الأقل المشهد إلى الآن هيك. أي نوع من التسويات، تسوية لمصلحة الخارج بالكامل ولا تسوية اخذي بعين اعتبار الداخل؟ يعني اليوم بتقلي تسوية بقلك اوكي، في السعودي والإيراني والفرنسي والأمريكي والمصري ومين ما بدك. اوكي، تسوية على قياس مين بدها تتفصل؟ بدها تتفصل على قياس مصالح السعودي والإيراني والفرنسي والأمريكاني، وهون بننزل بنبصم مثل ما قلنا بالعادة، ولا رح نكون شركاء في هذه التسوية؟ نحن شركاء ولا نحن منرفض ومنقبل؟ شوفي، نكون واعيين صريحين شفافين أكيد. مع الناس، ولا مرة بلبنان نعمل تسوية إلى بعد خارجي وكانت يعني المصلحة اللبنانية هي الطاغية بهيك تسوية. مشكلتنا نحن أنه نتلقف التسوية الخارجية دايماً ونترك شؤوننا الداخلية سايبة وكل مرحلة من المراحل هيك للأسف. صحيح. لا يعني إذا حصلت تسوية خارجية بكرة على أي شخصية عملت رئيس جمهورية إنه الخارج هو بيقلك والله ما تعمليش إصلاح بالكهرباء. مش صحيح. أو إنه ما تعمليش إصلاح بالإدارة عندك، أو أنه ضلك أنت الفساد ماشي بكل المؤسسات، وأنه أنا التسوية اللي عملتها بتقطضي هيك. مش مزبوط، مش صحيح. التسويات الخارجية مرتبطة صحيح بتوازنات إقليمية صح وبمصالح هيدي الدول مزبوط، بس هذا ما لازم يعيقنا على أنه نحن نعمل شؤوننا أو على الأقل المطلوب منا على المستوى الداخلي. يمكن يكون في إيجابية وحدة بهالتسوية الخارجية اللي ممكن تجي، إيجابية وحدة إنه كل هذا الخارج متفق على إنه في شيء لازم ينعمل بلبنان ما ممكن يستمر. أوكي. الإصلاحات، الورقة الفرنسية تقريبا واضحة شو هي، صندوق النقد الدولي واضح شو الإصلاحات المطلوبة من لبنان، نحن كلنا سوا منصرح إنه هاي الإصلاحات بدنا إياها. يمكن الشرط الأساسي اللي يكون عند هالمجتمع الدولي اللي بده يعمل هالتسوية أو الإقليمي أو غيره، انه هاي الاصلاحات بدها تتنفذ بالاخر. بمعنى اخر، وهذا كمان شيء مش منيح، مش شيء يعني جيد،
انه كمان فرض فرض هذه الاصلاحات فرض، وكانه نحن كلبنانيين مش معنيين بهي الاصلاحات كرمال ناسنا وكرمال. عشان هيك اليوم لما بتسمع بعض الافرقاء اللبنانيين تعتلي المنابر وتنظر بالاصلاح وبكل هذا الامر، بيكون عندك صعوبة انك تصدقها، لانه كانت هي صح مدماك اساسي من مداميك الفساد. يعني بعض الصياغ اللي عم تنطرح، بعض الصياغ اللي عم تنطرح، يعني وقت اللي عم ينطرح اسم دكتور نواف سلام مثلا، عم ينطرح من هذا الباب، عم ينطرح من هذا الباب. الاهم هو صيغة الحكومة اللي بدها تجي. يعني هل بدنا نرجع نجي نعمل حكومات عنصر التعطيل موجود بداخلها، ولا بدنا نعمل حكومات تعمل شغله استنادا للقانون؟ واضح نظرا للضمانات اللي عم تنطلب والكلام اللي عم يطلع سواء كان بالكواليس الفرنسيه او غير الفرنسيه، واضح انه رح يكون في تنازلات بهذا يعني الاطار. يعني كمان مش من باب يعني الرضا، يعني كمان بالغصب. يعني ما هو كله بيرجعك للاساس، يعني ببطل ثلث المعطل دستوري وقانوني. يعني انت بتعرف انه هيدا كله يفصل على القياسات. ما منشان هيك، منشان هيك خلينا مره نسلم كلنا سوا كقوة سياسيه بشيء اسمه الدستور، نسلم فيه، نلجا له، لانه البدعه اللي بعملها اليوم بتنقلب علي، بتصير ضدي ثاني نهار. صحيح، ممكن وهيدا اللي يشهدني، وهذا شهدناه بكثير من المحطات. يعني العرف اللي بخلقه انا اليوم، لانه التوازن السياسي اليوم بيقتضي هذا العرف، وبدي أفرضه لا أعمل مصلحتي السياسية، بكرة هذا العرف نفسه بيتحول ضدي نتيجة تغيرات معينة. ما في شيء ممكن ينظم لنا حياتنا السياسية بشكل مستمر ومستديم إلا الدستور اللبناني والقانون اللبناني. يا حرام على هالدستور. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، نعود بعد ونفوت أكثر بموضوع التسوية، ونعمل هيك نقترح اقتراحات وفرضيات هي عم تنحكى بالكواليس، ونجرب نتعامل نحن وياك مع بريك ونعود. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع هذا الحوار، وأرحب مجددا بضيفي الأستاذ ظافر ناصر، أمين السر العام في حزب التقدم الاشتراكي. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ ظافر. فينا بس نوضح شغلة لتالي ما تنفهم وكأنه معلومة أنه الأمور رايحة بهالاتجاه، بس لنرجع كنا عم نحكي فيها تحت الهواء بما خص الانتخاب رئيس الجمهورية والمسار الديمقراطي اللي عم بقوله أنه في حال لم تتم التسوية ويصير فيه اتفاق على شخص معين، السيناريو الآخر الطبيعي اللي ممكن أنه ينطرح هو الخيار الديمقراطي الانتخابي، لحتى لي ما ينفهم كأنه عم بحط معلومة أنا بهذا الاتجاه، أنه الأمور رايحة أكيد. على كل حال بيسوى تكون معلومة للي ما بيعرف أنه السياق الديمقراطي هو هيك، لأنه مش معودين على السياقات الديمقراطية. السياق الديمقراطي هو هيك، بس لأنه تركيبة لبنان السياسية والطائفية والمذهبية، وأكثر هلأ تركيب النيابية بمجلس النواب، بدون تسوية في 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 استحالة. خلينا نروح إلى نفس التسوية، تعملي أي خيار مش بس رئيس جمهورية. خلينا نروح إلى نفس التسوية. التسوية هلأ اللي أكتر شيء مطروحة ويلي نحكى فيها ويلي عم بيتم، خلينا نقول الدوران حولها، هي تسوية سليمان فرنجي نواف سلام. أوكي. الفرنسيين بهذا الجو عم ينحكى مع السعوديين بهذا الجو، الفرنسيين مع كل الضغط يلي ضغطوه باتجاه سليمان فرنجي، طلع أول امبارح البيان الفرنسي يقول نحن ما عندنا مرشح في لبنان. يعني في هيدي التركيبة كلها على بعضها يلي عم بتصير. بس البيان الفرنسي ست سمر حكي أنه نحن ما عندنا مرشح، ولكن بنفس الموقف للمتحدثة باسم الخارجية قالت بأنه طرح سليمان فرنجي نواف اسلام هو طرح فرنسا موافقه عليه. صحيح. او ثابته فرنسيه وجدي، لا انه بنعتبر انه بشكل مخرج من ال مخرج من البعض. شو الموقف السعودي بهالموضوع؟ بالنهايه في كلمه سر السعوديه هي اساسيه بهيدا البلد، وربما تتوقف عليها عمليه الرئاسه كلها على بعضها. وطبعا هو لما بنقول السعودي في الامريكاني ايضا، من وقت يعني اللقاء الخماسي من خلفه، من وقت اللقاء الخماسي لا لاحقا اللقاءات اللي صارت بباريس لشخصيات لبنانيه عديده الى ما بعد هيدي اللقاءات والزيارات، الموقف السعودي لم
يعني يخرج عن المربع الأساسي اللي حكيت عنه بالبداية في مقاربته لمسألة هيدا بالظبط مش بس الرئاسي ما بعرف إذا عندك معلومات لا بس ما هو بالباطن شو بس لأقول ما هو الموقف الظاهر بحد ذاته بيأشر على إنه شو الباطن بده يكون يعني طيب شو بيأشر هذا الموقف الظاهر بيأشر إنه بعد التسوية ما نضجت ولا بعد ما أخذت السعودية ضمانات الكافية لننهي هيدي النقطة تفضل. طيب عم يطلع ينقال بالإعلام إنه المملكة العربية السعودية شالت الفيتو عن أستاذ سليمان فرنجي ما حطيت فيتو بالأساس بس الإعلام هل بدي وصلك لإله لتشوفي التناقض بنفس الجهة اللي عم بتروج للأستاذ سليمان فرنجي هني قالوا إنه نشال الفيتو وغيرت رأيها السعودية أو عم بتعيد النظر خلينا نراجع الكلام الإعلامي بهال طيب إذا شالت الفيتو يعني كان في فيتو ما خلينا لما المملكة العربية السعودية موقفها عم بتقول أنا هيدي عناوين مقاربتي للموضوع اللبناني كله سوا ومنه مرتبط بس بالرئاسة ومرتبط بمجمل الوضع لحتى هالعلاقة ترجع تنتظم مع طيب تسوية كاملة لترجع تنتظم العلاقة مع المملكة العربية السعودية لذلك ما فيني أقول أنا والله المملكة العربية السعودية عندها هلأ موقف مختلف بموضوع رئاسة الجمهورية طالما هي لازالت تعلن المقاربة تبعها بشكل واضح بتقولي لي بالتسويات الإقليمية والدولية في شيء غير معلن عم بيصير ما بعرف ما هي اللي ما عندي ما عندنا نحن اي معطى يختلف عن الموقف المعلن للمملكه العربيه السعوديه بكل صراحه طيب سؤال بدي انقل لك سؤال من المتابعين على تويتر بما انه وصلنا لهذه النقطه تحديدا بدي وجه تحيه لدكتور انطوان سركيس متابع شرس ودقيق جدا هل ينتخب الحزب التقدمي الاشتراكي فرنجية إذا تبدل المزاج الإقليمي السعودي تحديداً؟ شو موقفكم؟ سؤال جوابه معروف بالنسبة لنا وقلناه مراراً وتكراراً أي اختلاف بمقاربتنا مرتبطة بظروفها باللحظة اللي بتحصل فيها بكل صراحة يعني الحزب التقدمي الاشتراكي غير حاسم بموضوع سليمان فرنجية؟ كيف يعني غير حاسم؟ يعني مش نهائيا يعني مش مثل مثلا القوات اللبنانية بتقول لم ننتخب سليمان فرنجي ولا بنأمن نصاب ما فيني أعطي هيك جواب كمان لحتى يكون دقيق بصراحة المقاربة السياسية اللي نحن منطلقين منها واللي بتدعي لتسوية على انتخاب رئيس إذا اختلفت الظروف بمعنى يعني افترضي بكرة خلينا نحط سيناريو مثلا افترضي بكرة أطراف مسيحية بدلت رأيها بالموضوع ما أنت معطى من معطيات مقاربتك تغير هون بس على أي قاعدة هذه الأطراف المسيحية إذا عم نحكي عن الطرفين الأساسيين كله افتراضي ست سمر أنا ما كله بس افتراضي. ما هو الافتراض ما بيجي من عدم يعني بس السؤال افتراضي هذا السؤال الافتراضي إذا نحن ممكن نغير رأينا وننتخب أعتبره سؤال عن تجربة مش عن افتراض لأنه في تجارب بالسابق عليت 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 الدوزات للآخر وآخر شيء أذعنا الجميع ونزل ما في شيء بالسياسة ثابت بالمعنى الجامد بالمعنى الكامل للكلمة يعني كله بالمبدأ قابل للنقاش قابل للاحتمال يعني كله تعليت السقوف لتحسين شروط التفاوض لا 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 لكن لا. خليني أقول نحن مش عم نعلي سقف لنفاوض على انتخاب الأستاذ سليمان فرنجي مش مزبوط الموضوع هيك انا ما قلت هيك نحن عم نقول انه انتخاب رئيس من طرف سياسي معين شايفين فيه استحاله من هالطرف او من هالطرف بالتالي ما في سبيل الا التسويه هل هالمعطى اللي عندنا اللي على اساسه بنيين مقاربتنا السياسيه بيختلف بعد شوي بتحددي موقفك من من طيب منه بس ما هو الموقف ما او بيكون ما مبدئي أنا او ما بيكون لا مبدئي ما هي مبدئي باي معنى يعني اليوم لما يعني بيكون المبدا بالنسبه لنا ايجاد حل المبدأ بالنسبة لنا هو إيجاد حل المبدأ بالنسبة لنا هو انتخاب رئيس مش مبدأ طيب بس بمعنى إذا بده يرجع الحل على شيء كنت رافضه بالأساس يعني خليني أعطي مثل على الحزب التقدم الاشتراكي لأنه حضرتك موجود تمام نستغيب حدا إذا الحزب التقدم الاشتراكي ضد وصول سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية لأنه بيشوف أنه ما بيعطي ما حيعمل التغيير المنشود ولا يصلح لقيادة المرحلة المقبلة وما إلى ذلك إذا برمت التسوية ورجعت على سليمان فرنجية بينزل الحزب التقدم الاشتراكي
بينتخب بيكون خالف مبادئه. بس نحن عناوين مقاربتنا الرئاسية مش هيك أبدا. نحن مش إنه ضد الأستاذ سليمان فرنجية لأنه الأستاذ سليمان فرنجية بالمواصفات اللي عم تذكريها. نحن عم نقول رئيس الجمهورية لازم يكون عنده مهمة ويكون عنده وظيفة بالمرحلة اللي جاية قائمة على موضوع الإصلاح بشكل أساسي وبناء بشكل الدولة جدري. والمؤسسة مزبوط ولا لا؟ أوكي. اثنين، هل رئيس تحدي من طرف معين مرفوض من نصف اللبنانيين الآخرين ممكن يؤدي هالمهمة؟ مش شايفين هذا الأمر أنه ممكن؟ هل ممكن يقوم بعملية إصلاحية ونص القوى السياسية ضده، ولا أنه المسألة رح تاخد مسار مختلف؟ طيب ممتاز، أنت شايف سليمان فرنجية هيك؟ خليكي معي هلأ أنا عم بقول إذا أنت بدك تحققي هيدي بدك رئيس يكون متفاهم عليه بين الأطراف السياسية ممتاز. أقله هلأ بتقليلي أنه البكرة في نزل صار تصويت بمجلس النواب والأستاذ سليمان فرنجية ضلوا رئيس تحدي وأنه مطروح من طرف سياسي معين وفي رفض له من أطراف سياسية أخرى شيء، وبتقولي لي والله الأستاذ سليمان فرنجية أو أي اسم آخر تركت صار في تسوية حول تسوية حوله أو تركت للعملية الديمقراطية، بتكوني أنت بمعطيات مختلفة. أنا سألت تحديدا عن التسوية، في حال صارت التسوية على اسم سليمان فرنجي او على معادله سليمان فرنجي نواف سلام يليس على اسم سليمان لن فرنجي. يختلف جوابي، مش رح اقول اذا بصوت او ما بصوت كحزب على هذا الامر لانه مرتبط بالمعطى السياسي بلحظته، مرتبط بالظرف السياسي، مرتبط بالتسويه، مرتبط بعناوين التسويه اللي ممكن انها تجري بهذيك اللحظه وعلى ضوءها يقرر الموقف. انا على كلام سليمان فرنجي بكركي يعني تلقفت هذا الكلام بأي معنى؟ حتى عناوين دعي للحوار، المستعد للمحاور على الجميع، كان واضح بموضوع النازحين، بموضوع استراتيجية دفاعية، بأسئلة مصيرية بتنطرح، فتح باب الحوار مع الكل، بمحاولات لتطمين. موضوع الحوار أكيد منه أستاذ سليمان فرنجية شخصية قادر يتحاور مع الكل، عم بحكي هلأ كمواطن لبناني. لا ما فيك تحكيني كمواطن، لا 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 أنا عم بسألك حزب تقدم اشتراك. انا ما بصراحه نحن مش بمحل يعني كحزب قعدنا درسنا هلا كل خطاب بهاليومين ثلاثه الجمعه اللي مرقت وقررنا كيف نقارب الموقف من اي كلام. بس بتقولي لي بموضوع الاستراتيجيه الدفاعيه والنازحين لانه هي من العناوين اللي عم يتم الترويج فيها لا الاستاذ سليمان فرنجية انه قدرته على إحداث شيء ما بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وبموضوع النازحين السوريين. وأنا برأيي كمتابع هذه ملفات ما بيقدر أي مرشح بلبنان يقول أنا بقدر أحدث فيها أي تغيير بمعزل عن العناصر اللي معنية بهاي الملفات. برأيك كان طلع حكي هيك لو ما أخذ يعني مثلا رح أسأل سؤال المعنية. رح أسأل سؤال أنا مثلا شو ممكن يعطي حزب الله بموضوع الاستراتيجية الدفاعية جذري ومختلف عن الشيء السابق اللي عطاه بالاستراتيجية الدفاعية وقت الرئيس ميشيل سليمان؟ موضوع النازحين نفسه شو ممكن ينعطى وينحل بهذا الملف بدون حل مع النظام السوري من جهة وبدون قبول دولة لهذا الحال؟ طيب من جهة ليه ما بتطلعوا دعي للحوار تقعدوا مع سليمان فرنجي وتطرح الأسئلة كمان مش بشكل مقطوع واضح وصريح؟ مش مقطوع العلاقة مع أستاذ سليمان فرنجي أصلا ولا يوم. العلاقة لا عم بحكي موجودة من منطلق حوار موجودة إيه العلاقة موجودة وقائمة منا، وبتعرفي رئيس الحزب حكي كل كلام إيجابي عن العلاقة مع بيت فرنجية تاريخيا وفي محطات تاريخية نحن وياهم منا قليلة بالفترة الماضية. بس المسألة مش هيك، هذا البؤس ده أنا عم بقولك الأسئلة اللي عم بحطها حول هيدي العناوين لأنه متناقش أنا وكتار من اللي عم يطرحوها وعم يطرحوها بشكل فاعل، يعني أنه كعنوان يستطيع الأستاذ سليمان فرنجية أنه يحدث فيها تغيير. برأيي هيدي ملفات أكثر تعقيدا من أنه يقدم أي مرشح رئاسي التزام باتجاه معين، وإلا يحط من ضمن البرنامج أي مرشح رئاسي أنه أنا برنامجي بموضوع الاستراتيجية الدفاعية 1-2-3، يعني لا يكفي القول أنه أنا عندي إمكانية أعمل شيء بهالملف لأنه علاقتي بحزب الله منيحة، لا يكفي القول أنه عندي إمكانية أعمل بموضوع النازحين لأنه علاقتي بالنظام السوري منيحة. شو اللي ممكن ينعمل؟ ينحط على الطاولة.
هيدا بتكون تقعدوا تحكوا. ما عم بحكي كعنوان كبرنامج، مش كل مرشح عنده برنامج تبي عم قارب المساله. في برامج بس طيب لا لا يعني للرئاسه يعني ما في ترشيحات اصلا، فما بالك يعني بالبرامج يعني. يعني ما حدا بيقدر يطلع يقول اليوم بهيك ملفات انه انا بلتزم بواحد اثنين ثلاثه. في يقول انا والله لانه عندي علاقه مع حزب الله فيني ناقش انا وياهم الموضوع، بس هذا ما بي ما بي ما بياكد انه بتوصل الى نتيجه معينه فيها. شو مطلع اعلن التزامات؟ هو حكي عن نقاشات وقال انه علاقاته بيقدر يجيرها لما فيه فائده البلد بهالموضوع، يعني بالنتيجة. بالوقت يلي عم تتشيطن علاقاته مع سوريا وحزب الله وعلى اساسه عم بيكون مرشح ممانعه ومرفوض من الطرف الاخر، عم بيقول هو انه انا هذه العلاقات ما حدا اهم من الوطن من وطني، انا هذه العلاقات اسخرها للفائده يعني العامه. يعني مثلا تترسم الحدود مع سوريا. ما الأسماء المواضيع معروفة، ليش عم بقول أنا هيدي ملفات أكثر تعقيدا؟ عشان هيك بدأ من أنه هي يوم الفرنسيين حتى بالاتصال بين الرئيس ماكرون ودولة الرئيس نبيه بري كان في خلينا نقول حث وطلب مباشر من الرئيس بري إلى الحوار، الدعوة مجددا إلى طاولة حوار يقعد حواليها الجميع وتتناقش الأمور بهالقد صراحة. يمكن شفتي إذا عم بتلقطي هالمواقف تتفكك هالحركة اللي عم بتصير حوار. لا نحط بالخبر كان إنه دعوة الرئيس بري للقيام مجددا بالحوار بهدف انتخابات رئيس. هدف انتخاب رئيس. طيب هل عم نقوله هذا الحوار؟ ليش عم بقول أنا عم بحاول استنتج بكل كلامي عن موضوع المسار الديمقراطي، يمكن يكون كمان هذا الحوار فرصة. هدفه انه روحوا على المسار الديمقراطي، هو فرصة اخيرة يعني تيكونوا استنزفوا كل المساعي وكل المحاولات. مشان هيك عم بقول انه الكلام الاستنتاج اللي انت طلعت فيه اقرب الى الواقع من ما هو، ربما يكون يعني هذا المخرج اللي يعني يحاول الخارج يقنع فيه الاطراف السياسية الداخلية. المرحلة المقبلة شو؟ هلأ بعد العيد بدها ترجع تدور المكانات، خلينا نقول اخدين بريك. أي مرحلة مقبلة بدون انتخاب رئيس جمهورية نحن رايحين لمزيد من الانهيارات على كل المستويات، والأخطر إذا طالت فترة عدم انتخاب رئيس معناتها أنت رايحة ل يعني إذا ما تحلحلت الأمور النفس طويل، يعني ما عندهم مشكلة لا ثنائي الشيعي ولا الفريق الآخر، نفسهم طويل وعنا تجربة بنفسهم. كيف ممكن يعني كيف ممكن الموضوع يعني يهدي على كل على المستويات كلها سوا، يعني اجتماعيا اقتصاديا حدا بيقدر يضمن الأمور تضل بهالحدود؟ من سنتين ثلاثة إذا بتتذكري كنا نقول إذا هالأزمة طالت راح تتفاقم أكثر وأكثر، وهلأ بلا رئيس بكرة جاي بتموز على موضوع حاكم مصرف لبنان. شو الخيار اللي عم ينطرح هلا؟ لانه بلش الاعلام يسال موضوع بلش الاعلام يسال عن هل يعني نحن سؤلنا امبارح بصراحه انه هل منقبل انه هاي الحكومه تعين حاكم مصرف لبنان. طيب انت جاي على هالاستحقاق بعد ما حدا محدد موقفه من هيدي النقطه، ايه شو كيف ممكن بتقبل ولا ما كيف بتقبل؟ ممكن بعد ما عنا ما لنا محددين بصراحه، يعني طرحت علينا امبارح من الاعلام على ما يبدو انه حاكميه مصرف لبنان كمان من ضمن الديل، من ضمن الباكج تبع التسويه اذا ما حصلت، ما هيك؟ وممكن تكون بس كمان حاكمية مصرف لبنان. ممكن تكون كمان ورقة تحفيز بس حاكمية لشي فريق ينزل يأمن النصاب مثلا. شوف ما بدي هلأ فوت بالأسماء المطروحة لحاكمية مصرف لبنان واللي تحفيز بأي اتجاه، لأنه الأسماء المطروحة الفرنسيين طرحين سمير عساف، في طرح لكميل أبو سليمان كمان. تقصدي أنه ممكن طرح كميل أبو سليمان يحفز القوات أنها تنزل تأمن أنه إذا أعطيوا القوات حصتهم كانت حاكمية مصرف لبنان، معلق حاكم مصرف لبنان أهم من رئيس جمهورية. ما بدي غمق بهاي الأمور كتير، لأنه مش بس عندك حاكم مصرف لبنان، عندك موضوع قائد الجيش أبعد شوي بكانون يعني بس انه كمان بده يتم الاتفاق عليه.
أو على الأقل ملامحه تكون واضحة إذا رايحين بهذا الاتجاه كله سوا. وبالتالي كله بيرجع بصب العملية الديمقراطية كأنه هيك عم بتقولي انه بينزلوا بيأمنوا النصاب. عم نحكي عم نفكر على صوت عالي انا وياك، ما هي لانه هيدي من الاشياء المطروحه. حتى قياده الجيش يعني اليوم كمان ما بعرف لمين اي جهه موعود بقياده الجيش. برجع بقول كل هاي المواقع بدها تطرح نفسها، استحقاقات بدها تطرح نفسها. هل بينتخب الرئيس قبل هيدي الاستحقاقات كلها سوا؟ لأنه مثل ما عم تتفضلي مواقع أساسية ومهمة، يعني بديش أقول بتعادل رئاسة الجمهورية، لكن لا تقل أهمية من حيث الفعالية والأهمية. ومواقع مسيحية أكيد، وفي اهتمام دولي بهاي المواقع. صحيح؟ خلينا ننتبه يعني. صحيح؟ مش بس مسألة تعيينات داخلية سواء مصرف لبنان أو قيادة الجيش أو غيرها. ليش ساكت الأمريكا لحد هلأ على السكت؟ أكيد مش ساكت، عم يشتغل، بس هدوء يعني، ما عدا زيارة السفيرة الأمريكية يعني اللي صارت إلى بكركي. ساكت بأي معنى؟ اليوم طالع كلام أو مبارح بخصوص التسوية اللي عم بتصير بالمنطقة كلها سوا، بخصوص الاندفاع العربي باتجاه سوريا. إنه مش كتير مستسيغتها الأمريكيين، مش كتير راضيين عن هالإنفاق، بس إنه رجعوا شدوا شوي على ما أثير بهاليومين يعني. في فرملة المسألة. النقطة الثانية، ما تنسي إنه الأمريكاني بعده يعني متحكم بالمفاصل الأساسية اللي بتعني عناصر التسوية. بعدنا عم تحكي حضرتك عن قانون أيسر. صحيح. بعده ساري المفعول، الدولار بإيد الأمريكاني مش بإيد حدا تاني يعني. فبالتالي مش ضروري الأمريكاني ليعمل أي خطوة يعمل ضجيج يعني. كمان. مش ضروري يعمل أي ضجيج الأمريكاني إذا بده يعمل شيء خطوة. عشان هيك يعني. أنا عم بسألك مش عن الغياب يعني، بحط عن الهدوء. هيدا الهدوء بيخوف. بيقدر يحدد يعني. أنا مش ميال لنظرية طرحت وقت صار الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية على أهميته، على أهمية دخول الصين على المنطقة، على أهمية الفعالية الصينية بين طرفين أساسيين إقليميا، السعودية وإيران. بس الكلام عن أنه هزمت أمريكا وهلأ انتصر المحور الشرقي، يعني بدنا شوي نتواضع بمعنى عم نحكي بواقعية، مش أنه والله تأييد لأمريكا ورفض للآخرين، بس أنه بالواقعية السياسية الأمريكي قادر، عنده نفوذ بكل هالساحات اللي عم نحكي عنها. صحيح. هلا كيف هو بيحدد يتعاطى؟ احيانا هو بيوافق يمشي بتسوية عم بتصير يعني، من امرار هو بيرعى وامرار بيترك الامور تمشي، بس مش لدرجة انه هو بطل يعني موجود وما عاد يتدخل. بالنهاية في كلمة فصل للأمريكي على كل المستويات، عشو متكلين الشبيبة يلي عم يحكوا عن قرب، يعني يبدو انه ايار حزيران ماكسيموم بيكون سابق، يعني الوزير السابق بقى مهاب حكى عن الموضوع، دولت رئيس إلي الفرزي حكى عن الموضوع، في عدة اطراف كتبت وحكيت عن قرب نضوج الموضوع الرئاسي. في جزء عم يربطها نحن مش شايفين، لا في جزء عم يربطها ب ببعض الاستحقاقات الداخلية المهمة منها حاكم عم بحكي جد. صحيح يعني. صحيح. بمعنى في هالمفصلين الأساسيين، في هالمفصلين يعتبروا أساسيين، زيران وكانون، وبيعنوا الدول يعني حاكمية مصرف لبنان. الأمريكان أكيد معنيين أكيد بهذا الأمر، وقيادة الجيش كمان. وقيادة الجيش في رهان عند البعض أنه قرب هالاستحقاقين ممكن يؤدي إلى اندفاعها بموضوع رئاسة الجمهورية. في البعض برأيي راح فيها بأوهام أكثر، بنى على الاتفاق السعودي الإيراني أنه ممكن كمان يدفع الأمور باتجاه معين 100%، بس هذا منه واقع يعني. يمكن السبب الآخر هو أو الأول هو أكثر واقعية، بس ما حدا بيقدر يجزم يقول في انتخابات خلال فترة قريبة بصراحة. يمكن الضغط اللي عم بيصير، الحركة اللي عم بتصير تدفع بهالاتجاه تسرع الأمور، بس لهلأ لهاللحظة يعني
ما في هالمعطى اللي بيخليك تأكدي هالكلام. في شي مبادرة جديدة لوليد بيك؟ عفوا بصراحة أعلن بالأمس بالدوريال جور أنه يعني ما في حركة هلأ أنية، بس أنا بحسب فهمي ومعرفتي ل يعني بس يلمس أي يعني هيك باب أمل لأي حركة معينة بيعملها بدون أي تأخر. بعده الرئيس بري بيمون عواليد جملات. شو يعني بيمون؟ يمكن هي كذا مرة حكينا فيها هالنقطة، العلاقة تاريخية مع الرئيس بري صديق اللدود، العلاقة مميزة أكيد عن أي علاقة مع أي طرف آخر، إلى طبعها إلى خصوصيتها إلى تاريخيتها، لأنه في استحقاقات تاريخية بالبلد في كتار بيتجاهلوها أو بينسوها، استحقاقات وطنية كبيرة عملناها نحن وحركة أمل، الرئيس وليد جملات والرئيس نبيه بري. ما حدا ينسى إسقاط 17 أيار، يعني كان وليد جملات ونبيه بري حركة أمل والحزب الاشتراكي مع باقي فصائل الحركة الوطنية، مفاصل عديدة بتاريخ البلد، بس مفاصل يعني تاريخية أساسية، لأنه البعض بيتذكر مرحلة ما بعد التسعين السلطة والمنظومة وإلى آخره، بيتناسى هالاستحقاقات التاريخية. هلأ يعني مناسبة أنه نرجع نذكر فيها، بس الكلام عن الموني بالسياسي بهاي الطريقة اللي البعض بيثيرها ما إلى محل حتى وقت اللي يعني الكلام يلي بيقول، تأختصر لك يا هل بيقول انه ايه بيعمل بيحكي وبيعمل طلعته وبيعمل مبادرات وبيعمل كل اللي بده اياه وليد جملات اخر شيء، بس عند لحظة الحقيقة يعود لحظة الحقيقة بأي أمر عند الرئيس وليد جملات، مش انه والله الرئيس بري بيمون على يعني بالسياسة، هيدي ما إلا مسار اختلاف، مش بس ما بدي استخدم هاي الكلمة يعني، لأنه أحيانا تشتر كلمة المصلحة الوطنية العليا، بقدر ما هي تقدير الظروف اللي أنت موجودة فيها على كل المستويات، وشو الخيارات المتاحة بس ما حدا ينسى كمان بهال 15-20 سنة نحن والرئيس بري حصل اختلافات كتيرة، لكن بالمفاصل الاستراتيجية لأنه في يمكن فهم واحد للتركيبة أحيانا، في أحيانا قراءة للأمور نتيجة التجربة ونتيجة الـ يعني الاستحقاقات اللي خضناها سوا بالمرحلة الماضية، ويمكن هذا بيخلي بالمفاصل الاستراتيجية الخيارات تكون أحيانا وحدة، بس بمسارات سياسية معينة حصل اختلافات كتيرة، وحدة منهم هلأ شو كيف بدها تخلص. برجع بقول الظرف المعطى وتقدير هذا المعطى وشو الخيارات المتاحة بتحتم أي خيار سياسي عند أي طرف سياسي. نحن انتهى وقتنا، في كتير كلام ينحكى، وأصلا عنا مراحل آتية بدها نقاشات دائمة. بدي أشكر شكراً لك، شكراً حضورك، ورجع بنجدد معايدتنا إن شاء الله ما نكون زعجنا على الجميع. أبداً يوم هدوء تام اليوم، بس القراءات بين السطور خطيرة، بس هدوء. لا رحنا عشان هيك رحنا على التحليل أكثر من المعطيات، مشان هيك الهدوء. بنذكرك فيها هيدا بعدين. ابقى مشاهدينا ينعاد على الجميع بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.